صوت بابي، صوت بابي. جدي جدي يا بو جدي. أنا تعبان، أنا حاسس بالسكاكين عمالة بتقطع في التورتة. مالك يا بابي مالك؟ بابي بيودع خلاص، حاسس إنها أنفاس الأخيرة، حاسس إنها ساعات الأخيرة، المحطة الأخيرة، النازل ويلا. ما تخافش يا جدو حبيبي، معلش تكونش دي كرشة نفس كده وهتعدي، وإن شاء الله الجهاز التنفسي هيرجع لنشاطه إن شاء الله. نشاطه إيه يا دي؟ حصة ألعاب. أنا بقول لكم أنا حاسس بنفسه، وحاسس بودع. أنا بودع، سلام عليكم، حد عايز سلام عليكم. تعال 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 يا بابي، هجيب لك الدكتور. دكتور ايه؟ دكتور ايه اللي هيجي بقى يقعد يفتي ويقعد يقول ده عيان باين؟ وانا عايز محامي، عايز محامي، وعايز كوبايه الشاي، وعايز 2 جبنه الصنبوري، سندوتشات في طاس بسرعه. بقول لك ايه، انا هكلم عادل واقول له ان جده بيودع، يعني على اساس ان هو لو عرف ممكن يزعل قوي. ايوه عادل هو راجل بيته، لازم يجي يتصرف مع جده. اوكي. ايوه عادل، الحق جدك، ما بين الحياه والموت، الراجل بيودع. قوليله بيودع بين الحياه والموت وشبرا. ماشي يا رانيا، انا هتصرف. ماشي، سلام. غريب جدا، جدي بين الحياه والموت يا سيدي. ايه ده بابا، سته بين الحياه والموت؟ ايه متعلق يعني؟ يا خوفي بقى يكون هو اللي معلقنا. خلاص بقى دول، نطلب له دكتور بقى. ده الطبيعي، لكن هو مش عايز دكتور، عايز محامي يا سيدي. خلاص يا دولا، يمكن بيرتاح على أدوية المحامي ده. بقول لك يا دولا، لو المحامي ده أغلى شوية ما تستخسرش، ده كدك برضك. استخسر إيه؟ المشكلة مش في كده، المشكلة إن جدي ده لو فعلا مات، وده احتمال بعيد يعني، ده ممكن يورثنا إحنا كلنا. لكن لو بفرض إن هو مات وإحنا اللي ورثناه بقى، ياه. أنت قصدك ما أنتش عارف جدي ده يعني، ده طول عمره بخيل، ده عنده أملاك ممكن على مستوى العالم كله يعني. إيه ده دولا، هو غني أول الدرجات دي يا عم؟ غني أول الدرجات دي؟ يا نهار أبيض، ده مش مليونير، ده ملياردير، ده يملك على الأقل بتاع نص المغرب مثلا. الله يا دولا، الله، انت ابن حلال والله، وهتعمل ده ان شاء الله. دولا انت بقى لما هتبقى غني بقى كده، هو هتعمل ايه قولي؟ يا عارف لو بقيت غني؟ يا دولا بحلم ان اول حاجة اعملها ارفدك يا رمزي. ايه ده دولا، ده انت مستني لما تبقى غني عشان ترفدني يا دولا؟ طبعا، لان طول ما انا فقير بتصعب عليا، وبعدين ايه يعني اللي يصعب عليك يفقرك، فانت عشان كده فقرني انت طول الوقت. لكن لما ابقى غني بقى، ده انا مش بس ارفدك يلا، ده انا هشردك. وعارف انا ممكن احبسك، انا هيبقى لي بقى اصحاب عساكر وبتاع. ايوه دولا، بس كده يا عم هتكلف نفسك يا عم. نكلف نفسي ايه يا ابني؟ ما انا هبقى غني، ده انا ممكن اشتري مثلا اوضه خرسانه من اللي هي تحت الارض، ضيقه وضلمه، واحبسك فيها بقى، وتبقى الاوضه دي كلها ايه، سلوك عريانه، سلوك كهرباء عريانه، مش مثلا عليها بلاستيك ولا بتاع، لا كلها عريانه كده ونازله من السقف، والارضيه كلها غرقانه ميه، عشان لو انت ما اتكهربتش تموت غرقان. ايوه دولا، بس ممكن ساعتها تبقى الكهرباء مقطوعه يا عم. انت تعقدها ليه؟ بص، هشتري 3 اسود ما كلوش بقالهم سنه، وهشتري 4 نمور. بتحب النمور؟ و4 نمور بقى ما كلوش عمرهم خالص، وقد شويه تماسيح كده اهو، بتاع 50 تعبان سام مسمم، وكلهم بقى حطهم معاك في الاوضه الضلمه اللي هي بكهرباء وميه دي. الله يا دولا، الله. بس يا دولا كده ممكن التعابين يا عم تقرص الاسود. انت خايف على الاسود؟ وعشان مخرج اسمه أسد؟ طمنا يا دكتور محامي، طمنا. والله أنا عملت اللي عليا والباقي عليكم. جدكم قرر يكتب وصية. وصية؟ أنا قلت لك من الأول يا عادل، الراجل ده مش سهل، أو جدك طلع مش سهل. وصية إيه؟ لا حضرتك، الميراث يتوزع بشكل شرعي. طب الثرواتوس والوصياتوس دي مكتوب فيها إيه بالظبط يعني؟ هو قرر يكتب كل ثروته لأكتر واحد بيحبه وبيهتم بيه. الله يا بابا سته. ليمون على الأتعاب لو سمحت. سناء، شوفي معاكي فكة. فكة؟ فكة إيه يا هانم؟ وأنا أبيع له كبريت؟ رانيا شغلي لي جيبك وحاسبي المحامي. ايه ده، انا معيش فكه حبيبي، انت قاعد تفرج عينه ولا هو مش جدك ده؟ يلا يا بابا ادفع. احمد، لا ما تبصليش يا حبيبي جامي، انا ما عنديش لرجانات خالص. مامي بتندهي عليا. ثانيه واحده، اتكلم مامي وجايه لك تاني.
ياسمين الحصاله بتاعتك هاتيها افتحيها اكسريها طلعي اللي فيها. انا ما عنديش حصاله. يا بنت عيب كده يا بنت. الله الله ده الحب والاهتمام ده. ايه رايكم بقى انا هدخل اقول له لا فيك وحد بيحبه ولا بيهتم بيه وانا بس اللي بحبه مش هاخد منه فلوس جايز يمكن يكتب الوصيه باسمي. ازيك دلوقتي يا بابي؟ انا عملت لك جوز فراخ عتائي انما ايه هيرجعك لسن العشرين. جوز فراخ ايه؟ انت بتاكلي عيل صغير يعني يا نعام؟ معقوله يعني انا اكل جوز فراخ وبعدين ابلع الفراخ بايه؟ فين اللحمه يا نعام؟ فين اللحمه؟ ما انا بسلقها لك يا بابي. لا بس انا عايزها محمره وعايز يلا. حاضر هحمرها لك. خلاص واسلقيها بسرعه بقى. بقول لك ايه يا بابي؟ كده برضو تسويني بالناس اللي بره في الوصيه ده؟ انا كنت فاكره انك انت هتشلي نايبي على جنب. نايبك ايه؟ وانت هتورثي فته؟ بس يا بابي انت عارف ان انا بحبك ومفيش حد بيحبك قدي. وتحبيني ليه يعني؟ انا عمري ما كنت اب حنين معاك يعني، ده انا مرمطتك من وانت صغيره كنت بمرمطك. بس بحبك موت. وحتى عمري ما جبت لك شوكولاتايه ولا حتى جبت لك صباع بتاع ده. برضه بموت فيك. وعمري يعني حتى ما جبت لك، فاكره ما قلت لك اجيب لك بسكليته اما انت هببت نجحت فاكره، وانا خدت الفلوس بتاعت البسكليته ورحت صرفتها على نزواتي. كل الرجاله كده بيتصرمحوا عادي. انا ما كنتش عايزه سلوتك كلها، انا عايزه بس ربعها عشان اتسيغ بيه. خلاص يا نعام الصياغي، الصياغه يا نعام، انت بنتي ورا ابوكي ورا عند بنتي والصياغي وعلى راي المثل البنت قالت لابوها عايزه ورثك يابا، ابوها قال لها سيبيني افكر بقى، سيبيني افكر. ها طب يا حبيبي فكر على مهلك، فكر على مهلك. وهاتي اللحمه يا نعام بقى اللي انا قلت لك عليها. هيا يا ماما كتب لي قد ايه؟ ما كتبليش حاجه بس هيكتب لي. ها يعني هيكتب لك كام؟ قاعد بيفكر وبيحسبها مع نفسه عقبال ما اشوح اللحمه. ماشي عقبال ما انا ادخل له. تعالي هنا. هتخشي تروحي فين؟ انت بتهرجي ولا ايه؟ الشرع بيقول واحد من عيلتكم واحد من عيلتنا. ده جده انا يا روحي، ده جده انا يا قلبي، انت مالكيش فيه، انت حيالله مرات حفيده. استني بس انت، انا عايزه اقول لك على حاجه. سرق يا حبيبتي، جدك اللي بتتكلمي عنه ده بطر كل صله الرحم بينكم وبينه من ساعه ما كتب الوصيه. ها مش هتخشي له، انا اللي هدخل. انا عايزه اقول لك بس على حاجه حبيبتي، انت لازم تتعايشي مع الموقف لحد ما انا ادخل واطلع لك. لا مش هتخشي له. سناء بقول لك ايه؟ بقول لك عشان تعيشي يا قطه، تعيشي تعيشي. الجد الجد هو الجذر ونحن الفروع واولادنا هم الاوراق. ايه شجره الجوافه اللي دخلت على ورقه دي؟ مش واخد بوابه فزار زراعه؟ فزار زراعه جدو حبيب قلبي، حضرتك عارف انت بالنسبه لي ايه؟ غير 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 غير. رب اب، رب اب لم تتزوجه مامتي. ايه ضحك عليا وخلي بيها ولا ايه؟ طوال الثمان سنوات المتتاليين من زواجي من عادل مفيش حدث واحد هزني من جوه زي يوم مجيئك، يوم شروقك في صاله بيتنا. شروقك اللي هو الشروق والعبور والتجمع الخامس ودار السلام. دار السلام دار السلام. لا 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 لا، يبدو اني فقدت القدره على التعبير بحضورك الطاغي. جدو ساعدني، ساعدني على صياغة موقفي أرجوك. وانت كمان عايزة تصيغي ايه العيلة اللي فقرانة ذهب دي؟ لا 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 مش درجة صيغة، مش هتوصل لدرجة صيغة، الحمد لله الواحد متسيغ يعني. هو كل الموضوع يا جدو نساعد الواحد يعني المعايش، المعايش يا جدو المعايش صعبة أوي. هي بتبقى صعبة الأول يعني، وبعدين بيقول لك إملاء واملأ ما بين الخط وضع خط تحت وضع القلم عشان نلم الورق وبينجحوا على الحروك روك روك روك. الواد احنا مش عارفة أوصل لحضرتك هو الموضوع وما فيه، إن الواحد اليومين دول ساعات كتير بيبات من غير عشاء. من غير عشاء وفي ناس بتبات من غير عشاء وبيباتوا من غير فطار والغدا ما فيش غدا خالص. والحمد لله واكلين شاربين نايمين والحمد لله يلا اقول له ايه ده؟
لك حاجه يا جدو. ايه الرعب اللي انت عاملهولي ده؟ عايزه ايه؟ انا بحبك قوي. تحبيني؟ طيب يعني بصي، اكتبي ورقه بقى وفيها ايه تليفونك، وورقه فيها عنوانك، وورقه كمان، وانا ابقى ارد عليك عشان افكر. انا افكر. طب هو انت بتاعت حد؟ بتاعت عادل. سيب ايدي. بتاعت عادل ده زباله، اما هيطلعك بتعليلي. ها بتعليلي، ما تخافيش. خدي وروحي هاتيلي لحمه، وهاتيلي فطير، وهاتيلي ام علي، وهاتي ام علي نفسها، خليها تيجي تقعد جنبي هنا. يلا اتكل على الله، اتكل على الله. طبعا نقبك طلع على شنو واداكي بالشلوط. لا يا حلوه، الراجل بيعيد حساباته واملاكه عشان يعرف هيديني ايه. رانيا ما جابش سيرتي؟ ما قالش اي حاجه؟ لا، هو من ناحيه جفه وجاب بصراحه. طيب اخش له انا بقى. لا، ما انصحكش عادل تخش له خالص، لانه الحقيقه لما جاب سيرتك ما كانش بالخير خالص. الله، هو الراجل ده بيكرهني ليه؟ انا عملت له ايه عشان كل شويه يقعد يكرهني؟ ده انا مقعده في. بصي انا ماشي من البيت ده. تمشي من جتك مشش في ركبك. استنى اصبر لغايه ما احصل على الثروه بتاعته. قال تمشيه. قال ماشي. رانيا ما جابش سيرتي؟ ما قالش حاجه؟ ما كانش نفسه يقول لي حاجه؟ اهلا يا ابيحه وسماء. عارفه انا اكتر حاجه ويعني انت واخده مني طول لساني وكده. ولسه يا جدي هاخد منك اكتر واكتر، بس احذف انت. وانت عايزه تورثيني؟ انت طمعانه. بس صدقني يا جدي، انا لو خدت ثروتك هصرف منها جزء ليك، هعمل لك سبيل ميه ساقعه كده عشان كل اللي معدي يجي يشرب كده من السبيل ويرتوي، يقعد يقول الله يرحمه راجل طيب، وهفتح لك حضانه الاطفال الصغيرين وهسميها جدو رواش، والاطفال الابرياء احباب الله دول كل ما يجي داخلين الحضانه كده يقعدوا يقولوا ايه الله يرحمه راجل طيب الله يرحمه. والاطفال اللي هيخشوا الحضانه وانت هتاخدي منهم فلوس كل سنه وفلوس الاوتوبيس؟ انت تكرهي المكسب يا جدو؟ انا اكره المكسب لاي حد. بطل شر، ده انت رجل بره ورجل جوه، ده انت بتموت. يعني ايه يعني؟ يعني وانت هتعملي مدرسه وبعدين وانا عندي فلوس في البنك وانت معانا وعندي فلوس في البنك. والارض انت هتخنصر وانت بتموت ولا ايه؟ انت ناسي الارض؟ ايه الارض؟ الارض اللي في الفيوم، وانا الارض اللي في الفيوم انا هتبرع بيها للحكومه عشان تعملها معتقل يعتقلوا فيه كل اعدائي. يا اخي، يوم ما تبني ويوم ما تتبرع تبني معتقل؟ طب ابني لك ملجا للايتام. ملجا ايتام ايه؟ وانا يتيم، انا ابوه وام ماتوا، وملجا ايتام ايه؟ وعلى راي المثل قالوا يا جاريه اطبخي، قالت ابوه وام ماتوا عشان ايتام. أعوذ بالله، ده يغور بفلوسه. إيه ده؟ خلاص أنا كنت متأكد إن هو هيرفض. دولا أنا هدخل بقى أنا كمان بقى، علشان هو أنا متأكد إن هو بيحبني أكتر واحد يا دولا، وبعدين هو وعدني أكتر من مرة إن هو هيديني الساقية بتاعت الفيوم علشان أشرب بقى براحتي. لا يلا، ده هو عايز يشغلك على الساقية بتاعت الفيوم بدل الطور يا حمار. بس برضك أحسن من شغل البازار. بازار؟ خش، إلهي ما تخرج. ماشي. بابا ستو يا عمار، مش وقت الفقرات دي دلوقتي. اقعد. قول لي بقى بابا ستو بقى، انت هتموت دلوقتي ولا كمان شويه يعني؟ والله يعني لسه بفكر. طيب بص، انا عندي فكره حلوه قوي، ايه رايك تموت على الظهر كده الساعه 12؟ لا الظهر الدنيا تبقى حر، وهطلع من عمر مكرم والاشاره وزحمه ومفيش اشاره وفي عسكري. بس انا عندي بقى فكره تانية، ايه رايك بقى بابا ستو انت تموت بقى بالليل علشان يبقى الدنيا تروى كده اهو، بس ايه بقى اهم حاجه؟ انك تكتب لي الساقيه بتاعت الفيوم. والفيوم فيه 7 سواقي وعليهم مشاكل في الورث، وبعدين الاقصر بلد سواح. واستنى وهفكر. لا انا مش هقعد استنى بقى، انا عايز اورثك واخلص بقى. لا وبعدين انا علشان اامن بقى مستقبلي يا بابا ستو، عشان دولا ده هون اكيد هيطردني بعد ما انا اشتركت في مغامراتك كده هون ضده، وبعدين الاقي بقى ساعتها فلوس اضرب بيها كوكتيل. عايز تضرب يا مدمن يا اهبل، مدمن واهبل وتضرب كوكتيل يا اهبل يا مدمن. لا بقول لك ايه، عايز حاجه؟ وعلى راي المثل
ويعني مدمن وعايز يورث ويضرب كوكتيل اهبل. ماشي ماشي ماشي، انا سبتك علشان قلت بقى هتقول حاجه كويسه، لكن بهبل تاني اقسم بالله لو ما احترمتش نفسك ما ورثكش. ده ورثني يا تعالى ورثني ورث، تعالى ورثني ورث. لا لا اتحايل عليا كمان، اتحايل عليا كمان، اتحايل عليك يا جذبه وخلاص، وانا هورثك، انا هخليك تورث. بص حط ايدك تحت السرير. ما تقولش تحت السرير، شايل لي الساق يا صح. ساقيتي يا اهبل يا اهبل، ساقيتي يا اهبل. هتلاقي تحت السرير ده في كيس بلاستيك وفي تفاحه وفي موزايا، وخده بيضرب كوكتيل وقطعه وبيضرب كوكتيل. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك تحت السرير. بص وهتلاقي هو في كذا كيس، كيس بينهم في تفاحه وفي موزايا، وهاتهم. لقيتهم بابا ستو، بابا ستو. لا ما تخافش ما تخافش، انا بوت دقيقه كده وقمت على طول. ربنا يخليك اهو يا بابا ستو، ربنا يخليك يا رب، ربنا يا احلى جدو انا ورثته في حياتي عمرها. وانت طول عمرك بتقعد تورث جدود يا عم الاب اجداد الفراعنه. ايوه يا بابا ستو، ربنا يخليك. بص بقى انا هطلع بقى دلوقتي علشان اخليهم يجيبوا لي سكينه عشان اقسم بقى الورث دون عليا. بس هو عادي يا ابراهيم، حد يضحك عليك؟ والواد عادي اللي هفق ده وهياخد منك الورث اللي انا ورثته لك ده. لا عيب، ده انا ابو الرماميز. بص بقى يا بابا ستو، انا هدي دولة ده بالذات بقى النوايا اللي بتبقى جوه المزايا ده. هي يعني المزايا دي جواها نوايا؟ يعني انت بتاكل اللي بره وبتربي اللي جوه؟ انا باكل اللي بره. بص يا بابا ستو كده اهو، يعني باكل دي انا عشان ساعات بنسى وبرميها واتزحلق، فباكلها بقى. تاكل دي؟ وبرمي بقى البذره ده هي. البذره دي انا ارميها لك، انا ارميها. يعني انت هتاكل دي؟ باكل بقى دي. طيب يلا قطعها على الكوكتيل مع التفاح، يلا اتكل على ربنا الله. خليك يا رب، ربنا. بابا ستو تجيبها ارميها لك؟ لا هربيها، انا هربيها انا بطريقتي، يلا اتكل على الله. ربنا خليك، ربنا خليك. يلا يا اهبل يلا. البذره طعمه اتغير على الزباين خالص. ياسمينة تعالى يا حبيبتي. وفعلا وعز الولد، الولد الولد وانتي عاملة يا ياسمين يا حبيبتي؟ وجهزولي جد يا ابوك يا ياسمين. جدو انا مش عايزك تموت. والله يا ياسمين ولا انا عايز اموت، بس هو بيبقى ساعات سنتين كده بيجوا كذا حد وبيجوا ممكن ابقى. يلا محتاجين حنانك اكتر من الفلوس. ياسمين بقى ما تقعديش تقولي الكلام ده عشان ممكن اضعف واكتب لكم ثروت. انت عايزه ايه؟ مين يلغيني بعدك؟ وعندك امك بقى، اقعدي لغيها وهي تلغيكي والعبي في مراخينها. مين اقول له يا جدو بعدك؟ بت انت جاي تبلي فينا يا بت؟ جاي تبلي فينا؟ اوعى تكوني جاي تبلي فينا يا بت. انا بحبك، ده انا طفله صغيره ولسه ما اعرفش الكلام ده. بقى على مين يا بت؟ على جدو؟ بت اتكل على الله، اتكل على الله وروح وقول لمسلطينك جدو طلع مش زهايمر وفاكر وعارف كل الحاجات. ويلا انت ماما وانت بابا. انت هتعملي فيها انور واجري؟ لا يا ولا اجري 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 يا بت، اجري يا بت، اتكل على الله اتكل على الله. حتى العيال الصغار علموهم ال يلا. بونسوار. ايه الطبقين المهلبيه اللي جم حلوا عليا دول؟ والواحد قاعد قاعده ناشفه وحته طريه. وتعال تعال 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 تعالوا اقعدوا 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 اقعدوا. والواحد ما بيصدق يلاقي يعني وايه القعده دي؟ يا حبيبي اعتبرنا من هنا ورايح ان احنا الوان السما السبعه. اللي هو بتاع ليلى علوي. احنا اللي هنلون حياتك يا جدو. وهتلونوا حياتي بقى بالفرشه ولا هتدلدلوا على الارض ولا وانا بحب اي حد يضحك عليا ولا اكتب لكم ثروتي عشان انا اهبل انا اهبل. اوعى تقول كده على نفسك يا جدو. وانا بقول كده على نفسي عشان بضعف قدام الجمال يعني وانا بضعف جدا. وكنت فين يا لحم لما كنت انا جزار؟ وكنت فين يا خشب لما كنت انا نجار؟ وكنت فين يا رز وعايز كام كيلو؟ روشتي حبيبي دمك زي الشربات. عايزه اقول لك حاجه، اوعى تكون كتبت حاجه لحد، يعني تكون كتبت حاجه لانعام، كتبت حاجه لسناء، حتى بنتي اوعى تكون كتبت لها حاجه. لا ورهبل ورهبل، لا ما كتبش حاجه، انا لازم الفلوس بتاعتي
تقضيني لغاية آخر ساعة من ساعات عمري. وهي الساعة كام؟ حبيبي أنت عارف مشاعراتي يعني نوحيك أنت، ومشعوراتك أنت نوحياتي أنا، يعني إحنا بنحب بعض مش كده؟ وعلى فكرة بقى يا جدو، أنت لو في أي يوم من الأيام فكرت تتجوز مامي، أنا عمري عمري ما هبصلك بصة جوز أم، أو إنك خدت مكان بابي، أو كلام الحاجات الغريبة دي. لا والله يعني أنت بنت بتربية يعني، وصراحة عرفتي تربي سنية ويعني وبنتك ما شاء الله وكبرت، وهي وكبرت وممكن اي حد يضحك عليها. بس طبعا يا حبيبي وانا كنت بلعب، اي نعم انا باخد بالي من نفسي ومن شبابي على طول، لكن برضو انا ما بنساش ان انا ماما. نزواتي هتضيعني يا اخوان، ابعدوا عني بس. انا اصلا يعني فلوس بتطلع مني بالعافيه يعني، ده انا حتى ما بحلق الجنيه بيطلع للحلاق بعد وقت. يلا تأكد يا روشتي انك عمرك ما هتندم. انا عاوز اندم اصلا، عشان انا بحب يعني ان حد يضربنا على فاية، بحس اما حد يضربنا على فاية كأنه ضربت مثلا زبادي خلاط. بألف هنا وشفا يا جدو، هبقى اقوم اكلم المحامي. لا انا عايزك تطلبي لي واحد شاي وبلاش المحامي بعدين، وبس حد يروح وحد يفضل عشان هقعد. مين اللي هيقوم؟ طب اقوم انا بقى اجيب الشاي. يا نهار اسود الحقوني بيتحرشوا بيا. انا متاكده ان الثروه هيكتبها باسمي انا. نو جامي يا ماما، انا متاكده لان هو وعدني انه هيكتب الثروه باسمي انا. وليه مش انا؟ الله، وليه ما يكتبهاش باسمي انا؟ لا اكيد انا. طبيعي انا صاحبه البيت وهيكتبها باسمي انا. لا لا لا، هيكتبها باسمي انا طبعا. لا طبعا باسمي انا. لا 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 لا. خش وتعال. ده هو ده بيتي، وهو انا وعيال وبركولي، وانا اتجوزت وهتجوز يعني، ودي هتجوزها واخلف منها عيال، ومش هموت النهارده، وهجيب 3 4 عيال 9 ويورثوني عشان وهي واسمها واسمك مش مهم اسمها. وبعدين يعني وانا اتجوزتها وهتجوزها، وانا لسه ما اتجوزتهاش بس يعني اوعى. السلام عليكم. وعليكم السلام. حط الحاجات دي هنا. شكرا يا ذوق. اي خدمه يا جميل. استنى تعالى، خد دول قشرهم وكلهم. ده كتير ده كده يا هنا. ايه يا عم مش كتير عليك؟ مفيش عروس اجنبي المره الجايه؟ اتكل على الله. هو في ايه؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ تعالوا كلكم شوفوا جبت لكم ايه. جبت لكل واحده فيكم هديه. خير يا سناء يا حبيبتي، انت حاسه نفسك انك هتودعي وتصعدي ولا ايه؟ طب بعد الشر عليكي يا حبيبتي، ان شاء الله العدوين. شو العدوين؟ الحقي يا رانيا، الحقي الست دي بتشتم الماما بتاعتك. ماما بس حرام عليكم، يوم يعدي علينا من غير مشاكل بقى طول النهار. شات اب يو ستو. ما جيت رغم ان انت ما تستاهليش، بس برضو فكرت فيك. اتفضلي مع اشواقي وقبولاتي. الصبغه اللي كنت بدور عليها الشقه، صبغه ايه اللي جايبها لي يا مامي؟ انا لسه شعري طبيعي، لسه بدري على الصبغه. عندك حق، لسه بدري على الصبغه، وكنت قلب البلد عليها. رانيا اشواقي وقبولاتي. ايه ده؟ كتاب الوساوس القهريه الجزء الثاني. الله ده حلو جدا. فلاشه 4 جيجا يا نجلاء، جابت لك هديه. ماما انت ست الكل واهم واحده في البيت ده كله. شوفي بقى يا ماما جبت لك ايه. وريني يا حبيبتي. اتفضلي يا ماما. يا حبيبه قلبي، يا حبيبه قلبي، ده البلطو اللي انا عايزاه. لكن ليه ده كله؟ بصراحه يا ماما كده يعني كنت نازله اتسوق مش كالعاده يعني، على غير عادتي، كنت نازله شويه شويه بنس، افتكرتكم جبت لكم كلكم هدايا عشان في مناسبه جميله جدا. انا طالعه اعاره يا ماما. يا شيخة احلى 5 سنوات في حياتي بجد. خلاص يا ماما، باي باي كمبورة، هسافر. فقلت اخذي عينيكوا لطفل الحجر واجيب لكل واحدة فيكم هدية عشان ما تضربونيش عين وانا طالعة في المطار اتعكش، لا اشوف مصر ولا برا مصر. سناء حبيبتي، هو انت هتسافري بجد ولا بتتلاعبي بمشاعرنا الجريحة؟ لا يا حبيبتي مش بتلاعب، الجواب جه ودوري خلاص جه، والسفر كمان اسبوع وهغور من وشكوا. بس اللي انا مستعجباله
ان انا حاسه انكم هتوحشوني. عارف ايه اللي انت بتتكلمي عنها؟ اتجننتي؟ عايزه تسافر لوحدك؟ ما عندناش بنات يسافروا خالص. يا طنط يا طنط حرام عليك يا طنط، ده العالم كله اصبح قريه صغيره. ثم ان حياتك خايفه على ايه؟ سناء محتاجه تروح وتسافر عشان تكون نفسها زي ما انا محتاجه اكون واتنفس. وبعدين يا طنط خايفه عليها ازاي؟ دي شخصيه منفرده رايحه تطلع عين الناس، اساسا دي شخصيه اساسا خنيقه. تقصدي ايه يا رانيا؟ ما قصدكيش يا سناء. بحسب من فضلك ما تتدخليش بيني وبين بنتي، احنا طبعنا غير طباعكم، احنا مش فاتحينها على البحري، ما عندناش بنات يسافروا لوحدهم، فاهمه؟ تبقى الشوم اللوم. يا ستي اسكتي يا ستي، بكلم مامتي اديني فرصه. يا ماما ما تعيشيش في دور المراه الصعيديه، انت لسه خايفه عليا وانا عيله صغيره؟ وبعدين خايفه عليا من ايه يا حسره؟ ما انا قاعده ملقحه جنبك اهو بقالي 100 سنه. يا ماما دي فرصه العمر، وبعدين كلامك فات اوانه، انا مضيت ومسافره كمان اسبوع وجاي تضحكي عليا بالبلطو ده. خدي حاجتك مش عايزاها، ولعلمك لما يجي اخوكي انا ليا كلام معاه. اوعي اوعي. حبيبتي حبيبتي يا سناء، هتسافري بجد يا حبيبتي؟ ايوه احمدك يا رب، انا حاسه ان هلال رمضان جه. طب ما تلحقي يا اختي تقومي تتسحري بقى. ايه يا ماما خير؟ خليتيني اسيب الشغل واجي على ملا وشي. خير؟ وشك هيبقى في الارض قريب. ليه، في حاجه ضاعت منك في الارض عايزانا ادور عليها ولا ايه؟ اختك الفلتانه عايزه تسافر في اعاره. اعاره؟ طب والله كويس قوي، اهم حاجه بقى ماضت عقد وخدت عربون واحسن يضحكوا عليها. اخس عليك، ده انا ما عرفتش اربي. ايه قالت لك انها مش هتبعت لك فلوس من الاعاره؟ اخسين عليك انت واختك اللي ما عرفتش اربيهم، ازاي تسمح لنفسك ان اختك تسافر لوحدها؟ طب ما تسافر يا ماما عادي جدا، ما هي سناء قبل كده سافرت لوحدها اسكندريه وسافرت القناطر، ومره زمان خالص سافرت الفيوم عادي. بس دي في بلد غريبه هتبقى لوحدها، الناس هتقول علينا ايه؟ يا ماما الناس اولا ما يعرفوناش خالص هناك في البلد الغريبه اللي هي هتسافرها دي، ثانيا يا ماما سناء ما تلاقيش عليها لانها عامله زي الجنيه الورق ملوش اي قيمه هناك، هناك في عملات تانية، مين هيبص لها يا ماما؟ لا يا اخويا احنا لا خواجات ولا بنرمي بناتنا، مش زي عيلة مراتك. الله لا لا لا، وليه الغلط ده؟ طيب يا ماما طيب. يا سلام، غيران عليهم قوي كده ومش غيران على اختك يا بارد. يا ماما يعني عايزاني اعمل ايه؟ طب يا ماما عايزاك تثبت لي انك انت راجل وجامد وبتعرف تاخد موقف وما تسيبش اختك تسافر لوحدها، يا كده يا هسيب لك البيت ورش. هتسيبي البيت تمشي تروحي فين يعني يا ماما؟ مالكش دعوه، وانا ما اعرفش انا هروح فين. يا رب يا رب نفسي اشوف راجل يحافظ على عرضه، لا جوز ولا ابن. لا 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 لا، الابن ده اتفرجي عليه، انا بقى هفرجك دلوقتي يا ماما على سناء وهعمل فيها ايه. بس اوعي بقى يا ماما قلبك يحن، يعني لما تلاقي شعرها طالع في ايدي كده ما تبعتنيش بقى الاجزخانه اجيب لها كريمات والكلام ده. مستعديه تشوفي انا هعمل فيها ايه؟ اتفضل اتفضلي اتفضل اتفضلي. وريني بقى هتعمل ايه سناء. اوكي او هي تحرجنا قدام حد يعني؟ لا لا عادي، اللي بيحصل ده عادي وطبيعي، انا كنت متوقعه حاجه زي دي. لا حضرتك ذنبك انت، ما فيش اي لوم على حضرتك، ده بختي انا. معلش معلش، يلا 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 في 60 دهي. عايز ايه؟ بالنسبه لموضوع الاعاره، خلاص فقرته فيها، خدت رجلي. الله الف مبروك يا حبيبتي يا سناء، خدتي احسن رجل ذهبيه لاحسن مدرسه. لا مفيش اعاره. شفتي من قبل ما اكلمها. ليه يا سناء؟ ليه اتلغت ليه؟ هو انت على قائمه الممنوعين من السفر؟ لا على قائمه الممنوعين من الفرح، حظي بختي الاسود اتطلقت وقلت عادي يا بنت عيشي في الحياه صون فصون. ايه صون فصون دي؟ اللي هيكلمني في اللحظه دي هديله بالجزمه. بصي طالما ما بتعمليش حاجه غلط شغلي الجزمه زي ما انت عايزه. لكن واضح خلاص ان انا بقيت عره، بقيت على قائمه المنبوذين، حظي مش بقول لك بختي قال ايه لغول الاعاره. عارفه ليه؟ عشان معيش محرم. بتهرجي يا بنتي، طب ما تروحي تشتريه من هناك، ده حتى هناك هيبقى ارخص من هنا بكتير. انت بتتكلمي في ايه يا رانيا؟ وايه اللي ارخص؟ الله، هو مش المحرم ده اللي هو شبه الكشميوه؟ كشميوه ايه يا ماما؟ هي طالعه يعني تعمل اعاره في شاطئ النخيل، المحرم ده اللي هو زي اخ او اب او ابن كده يعني. يا سلام، بلد محترمة بصحيح، أنا لو كنت أعرف الحكاية كده كنت وافقت على طول على سفرها. حد عايز مني حاجة؟ أنا داخلة أوضتي، عندي كراسات عايز أصلحها، مفيش ولا واحد من العيال دي هينجح السنة دي. أيوة مش هم عايزيني أعدلهم في البلد؟ أنا أعدلهم في البلد بقى، هأطلهم مسيرة التعليم. رانيا تعالي معايا. يا
رب يعدلها لك يا بنتي وتغوري من وشي. وبعدين يا عادل هنعمل ايه مع سناء؟ تقلقيش، مصر ياما بتستحمل، والعيال اتعودوا خلاص. يعني مناهج بتتغير، مواد كتيره بتزيد، العيشه بتغلى، رمزي بيتوغل، عادي بقى هنعمل ايه؟ بقولك يا عادل، على فكره احنا بنتكلم عن الخاص مش عن العام، فانت كده خرجت عن السياق. خلاص ما دام خرجتك عن السياق مالكيش خروج بقى الاسبوع ده تاني. خلاص بص يا بيبي، اساسا سناء كانت متورمه، بعد اللي حصل ده هتنتفخ وتنفجر وتفش فينا كلنا. لا بصي، انا نفسي انها ما تفشش ولا حاجه، وبعدين اكتر واحد في الدنيا نفسه ان سناء تسافر تهاجر يتقبض عليها مثلا انا، بس عامل لها ايه؟ اجيب لها محرم من الدولاب يعني؟ هتلاقيها محرم من اي حته. اتصرف يا حبيبي، حرام عليك تخلي سناء تفضل قاعده على قلبنا كده. محرم 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 محرم. انا عندي محرم، بس على الله سناء بقى هي اللي توافق. عايز ايه؟ ايه ده، شفتيني ازاي؟ سبحان الله، بتشوفي بقى فاكي يا ابني؟ انا بوشي في السبوره كده وبقى فايه، شايفه الواد اللي بيكسر مسطره صاحبه. يا عيني على العيال اللي انت بتدرسي لهم دول. عموما يعني انا جاي صراحه يا سناء اساعدك في موضوع الاعاره ده. ايه، هتطلع معايا؟ والله انا كان نفسي طبعا يا سناء اطلع معاكي، انت اختي حبيبتي يعني، واكيد نفسي اساعدك وكل حاجه، بس انت عارفه يعني انا مش هينفع. لكن في واحد بقى احسن مني بكتير، ده واحد يتمنى يعني يتمنى الرضا ترضي، ما ترضيش براحتك. انا في موقف ضعف يا عادل، انا في موقف ذل يا عادل، عارة ومحتاجة محرم، هتنك على ايه؟ يعني برضو يا سناء اعرفي هو مين الاول، وبعدين وافقي او رفضي. اي كلب من الكلاب اللي تعرفهم، انا موافقة عليه يا عادل، بقولك في موقف ضعف، موقف ذل، عارة ومحتاجة محرم. تحبي اخلي رمزي يقابلك في الكافيتيريا مثلا ولا حاجة؟ ليه؟ عشان عايز يقابلك يعني. ليه يعني؟ هيجيب العريس معاه؟ لا يا عيني يا عيني، ما وصلتلكيش. لا يعني هو رمزي هو العريس يعني. ايه؟ بصي بصي، انت قلتي اي كلب، ده بقى مش كلب، ده عمهم. لا، ابن عمهم يا عادل. بصي، اي حركه خيانه، انا لسه حافظ الحركات بتاعت الكاتا، ها؟ ممكن اضربك زي ما كنت بضربك واحنا صغارين. رمزي يا عادل؟ لعلمك هو غبي، يعني ما بيفهمش، لكن طيب قوي لعلمك يعني. وبعدين ده هيبقى كانه اداه من ادوات الشغل، كانك واخده معاكي المسطره، واخده معاكي الاستيكه، اعتبريه استيكه بجد. هترجعي من شغلك هتلاقيه طابخ وماسح وكانس وعامل كل حاجه، وبعدين لو كسر حاجه ما تجيبيش غيرها لانه هيكسرها برضو يعني. وكده بقى تبقى ضربت عصفورين بحجر صراحه، يعني، ويبقى خلصنا منه ومنه يعني. ومصلحه كبيره وفايده كبيره لحضرتك. هي فايده كبيره، بس بجد انت برضو اختي يا سناء، عايز اساعدك. عايز تساعدني؟ وسي رمزي ده بقى عارف ان انا اللي هشتغل وهو اللي هيقعد في البيت؟ يا سناء يا حبيبتي، بقول لك رمزي ده مش عارف اي حاجه، ده بالكتير عارف ان اسمه رمزي يعني. انت ده عجينه معاكي تشكليها زي ما انت عايزه، عارفه لو انتوا في الغربه كده وفهمتيه ان انت في مصر هيصدق عادي. عادي، انا في موقف ضعف، في موقف ذل، اعاره ومحتاجه محرم، انا موافقه، بس مش معقول هتروح تقول له روح اتجوز اختي كده من باب الطاقه، فين كرامتي فين؟ حبيبتي انا اكتر واحد يقدر يحافظ على كرامتك، وحافظ على كرامتك مع واحد زي رمزي ده، انا هفهمه على كل حاجه، ما تقلقيش انت خالص. ما دام وافقتي رمزي ده سيبوهولي، هخليه يحفى عشان يجي يقرب لك بس ويطلب ايدك، اتفقنا؟ مبروك 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 عليك، سيبك من رمزي، مبروك عليك يا سناء. من ده اللي كاره دنيتك وبيشتهي موتك؟ انا ايه ده دولا؟ انا اسف يا دولا، والله انت مش قلت انك مش راجع يا دولا؟ انا اسف. انت بتلعب بالشغل ولا ايه؟ انا اسف يا دولا. يا انت خايف مني ولا ايه؟ انا هضربك معقوله يا رمزي؟ ده انت ابن عمي. يالا معقوله؟ عارف انت لو عندك الموهبه في البتاع اللي انت بتعزف عليها واكيد مش عارف اسمها، ده انا ساعدك. يالا ربنا يخليك يا رب يا دولا يا رب. طب ايه رايك بقى، انت عشان ابن عم وانا بحبك محضر لك مفاجاه غريبه. لا بجد يا دولا. امال ايه؟ ايه يا سيدي اللي نفسك فيه
ولانك انت حقير وما تسواش نكله عمرك ما كنت هتقدر توصل له. ياه يا دوله، جيت لي على الجرح انت يا دوله. ها ايه؟ نفسي اخد لفه بالعجله النصر بتاعت عم عبده اللبان، بس هو مش موافق. العجله النصر بتاعت عم عبده اللبان؟ ده انت لفيت بيا يالا يخرب بيتك. لا يا رمزي لا، يعني أنا عايزك تعلي مستوى طموحك، خلي طموحك أعلى من كده بكتير. نفسك في إيه يلا؟ لا ما مش معقولة بقى. لا معقول يعني أقول لك؟ يا تقول يا أيوة دولة، بس دي صعبة مستحيل يا عم. دي اخلص. نفسي أخد لفتين بالعجلة النصر بتاعت عم عبد اللبان. ضايقني ضايقني اكتر، ضايقني عشان يد مش قصدي كده يالا. لا يالا لا لا يالا عبيط، العجله دي حاجه بسيطه، ده انا ممكن اشتري لك عجله يالا. لا يا دولت، بس عجله عم عبده دي يعني ايه؟ ده مركب لها الجرس بتاعها فيه نغمات وعامل منجد الكرسي وكاسيت بانكولايزر. سيبك من العجله ومن عم عبده اللبان خالص. تعالى يا رمز تعالى. انا قعدتك بس عشان المفاجاه ما تدوخكش يعني. هتضل لك مفاجاه فظيعه يالا. ربنا يخليك يا دولا. مين يا سيدي اللي بتشوفها عندي في البيت وتبقى عينيك هتطلع عليها ونفسك انك انت تتجوزها وما انتش طايل خالص؟ مريم فارس. مريم فارس بتشوفها عندي في البيت يعني؟ ايوه دولا، في التلفزيون بتاعك اللي في البيت يا دولا، ما بتجيش في تلفزيون القهوه خالص. ياد مريم فارس سهل جدا، انت تروح تتقدم لها وتقول لي لابوها يا عم فارس لو سمحت انا طالب مريم بنتك عادي. لا واحده ما كنتش فكر توصل لها عندي في البيت، من يعني مش امي ومش مراتي ومش بنتي ومش حماتي ومش اخت مراتي، يبقى مين؟ بص بقى دولا ما تلخبطنيش بقى، هي ما فيش الا واحده بس، هي سناء دولا. انا بحبها قوي دولا، وتقدمت لها قبل كده 15 مره يا عم، وانت رفضتني يا دولا. يعني انت رفضتني وسناء رفضتني والحاجه رفضت، ده حتى بنتك ياسمين رفضتني يا عم. ايوه يا رمزي، يعني ما انت صراحه يعني ما فاكش حاجه، ما تترفضش، كل اللي فيك بيترفض. بس بص بقى يا رمزي، اسمع نصيحتي، انت لازم تغير نفسك يا رمزي. ايه ابقى فتحي؟ اهي غباوتك دي يا فتحي اول حاجه لازم تغيرها. تاني حاجه بقى يا رمزي، ها لازم يبقى عندك حاجه بتشد البنات ليك. ايوه دي انا عرفتها دولا، دي انا عرفتها، مغناطيس. ما تفكرش خالص يا رمزي، ما تفكرش، سيبنا انا اتكلم وانت اتعلم مني ونفذ على طول. حاجه تشد البنات ليك، يعني لازم يبقى لك موقف بطولي. بطولك انت يا دولا؟ يعني ما ينفعش مثلا يبقى بطولي انا؟ انت فكرت ليه؟ انا اسف يا دولا. مش انا قلت لك ما تفكرش؟ انا اسف. قلت لك ما تفكرش ولا لا؟ قلت يا دولا. لا موقف بطولي يعني تبقى بطل يلا، يعني يبقى لك بطولات، يعني مثلا تنتصر على حد، تغلب حد، تهزم حد، تسبق حد، كده تبقى بطل. ايوه ايوه يا دولا انا عارف دي، انا دولا عارف. دولا انت سمعت ان النهارده في سلعوه ظهرت عندنا في الشارع اللي هو في البازار ده؟ سمعت؟ سمعت الحكايه دي. اسكت يا دولا بقى، السلعوه دي قعدت تجري ورا العيال كلها، والعيال مرعوبين منها وهي تجري وراهم، هم يجروا. حلو، انت بقى عملت ايه؟ سبقت العيال كلها دولا. بطوله قد كده؟ مش بطولة، ده البطولة كده للسلعوة هي اللي جريت وراكو. لكن لو انت بقى اللي جريت ورا السلعوة ورحت ضربها وموتتها وخلصت الشارع كله من شرها، ساعتها تبقى انت بطل يلا. ماشي يا دولا، يعني انا افهم من كده هنا دولا ان انا لو رحت موتت السلعوة دلوقتي اهو، سناء هترضى تتجوزني؟ طبعا يا ابني هتبقى بطل، يبقى فيك حاجة عوضت هبلك يا ابني. بس في ايدي بقى دي يا دولا، انا خارج دلوقتي ومش راجع الا لما موت السلعوة دي، يا انا يا هي. يا رب هي، يا رب نخلص منها. الو يا سناء. ايوه جزمه ايه؟ رمزي. لا رمزي طبعا ما هيجيلك يا ماما، انت يعني قلقانه من ايه؟ ما تقلقيش، هي بس المشكله ان انا ايه مش عايزه يتجوزك بسهوله، يعني عايز يبقى له مثلا موقف او اي حاجه نقول ان احنا قبلناها عشانها، يعني عشان كده عامل له اختبار، اول ما ينجح فيه هجيبه واجيلك على طول. طب يا سناء اظهر نتيجة الاختبار. ظهرت. سلام سلام. أيوة يا بطل، الله أكبر، لو سألتك أنت مصري تقول لي إيه؟ إيه عملت إيه؟ موتت السلعوة يا بطل؟ لا يا دولا. أمال إيه الدم ده يا ابني؟ دولا أنت شايف الحيطة اللي قدام باب البازار اللي هناك دي؟ شايف. أنا ما شفتهاش. يا جماعه
يلا بقى خلصونا بسرعه، عايزين نخلص بقى. كان ايه عادل انت بتستعجلنا ليه؟ حرام عليك، دي مناسبه ما بتتكررش غير كل قرن مره، خلينا نفرح يا اخي. اه يا بنتي يا ايامك السودا يا حبيبتي، بقى انا بنتي تترمي الرميه دي؟ يا عيني على ايامك اللي جايه يا بنتي. يا ماما يا ماما كفايه بقى يا ماما، حرام عليكي ما تكرهنيش فيه زياده ما انا كارهه كده. احنا مش كنا نسال عليه الاول يا ابني؟ يا ماما نسال عليه ليه؟ نجيب لنفسنا الشتيمه ليه؟ ما احنا عارفين الاجابه اللي هتجيلنا، وبعدين ده جواز مصلحه يا ماما، عايزين نخلص من اي واحده في البيت ونفضي البيت شويه. هتزفوني دلوقتي ولا كمان ربعايا؟ ايه اللي انت لابسه ده يا سناء؟ ايه اعلى من مستوى العريس؟ لا يا حبيبتي، انما لبس اللي حضرتك لابساه ده لبس شهر العسل. شهر العسل ايه؟ هي ربع ساعه وبعد كده بالجزمه. يا ماما يا ماما كفايه دموع الفرح اللي عندك دي بقى يا ماما. ده دموع القهر يا اخويا. ايه ده غريبه، سبحان الله شبه دموع الفرح بالظبط، نفس الميه. الو؟ لا سلام مش فاضية، لا أصلها بتتجوز الحمد لله. لا لا ممكن حضرتك تكلمها بعد ربع ساعة بعد ما تخلص جواز. إيه ده؟ المديرية؟ طب لحظة واحدة. ألو؟ أستاذ حلموس؟ أنا آسفة يا فندم إني قلت لحضرتك غور في داهية، كانت الفرحة واخداني واخداني واخداني، أنا آسفة. إيه؟ هي ما كانتش اتلغت ودلوقتي اتلغت؟ طبعا طبيعي. لا 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 حضرتك مالكش اي ذنب. بقول لحضرتك ايه، غور في 60 داهية يبقى المجموع عندك 61 داهية. ماما الاعلى اتلغي، وحتى لو طلعت مش هطلع قبل سنتين. لا حرام عليكم. طب وبعدين ايه الحل؟ مفيش حل. يعني ايه مفيش رمزي؟ مفيش رمزي، مفيش رمزي. جايب لي علبة كبريت يا؟ لا يا دولة دي هدية الجواز يا عم. يلا بقى يا بنت نقنق بقى، علشان احنا انا جايب لك حتة دين كاميرا 6x7 كده، وهنتصور صورتين عند الترابيزة الخشب دي وصورتين بقى عند النافورة اللي هي قدام جامعة القاهرة. احنا مش أقل من حد يا بنت، احنا انت متجوزة رمزي رمزي. ايه اللي بنت يا نقنة ده؟ بنت نقنة دي بتلعب معاك؟ هو انت ناوي تتجوزني بالكاميرا ومهر شوية الصور اللي هتصورها لي دي؟ لا يا انت فكرك راح لبعيد خالص. لا يا حبيبتي بصي، انا كنت جايب لك هدية يعني مكان الشبكة عشان انا مقشفر انت عارف. خدي ده حجاب كانت امي عاملهولي عشان ما تحسدش، وفعلا حماني من حاجات كتير قوي قوي على فكرة. خدي اهو، خدي بقى علشان ايامنا اللي ماضية ان شاء الله. ده حجاب ولا درع يا رمزي؟ خد حجابك وزق عجلك يلا. مفيش جواز يا رمزي يلا. لا لا يا قصدها مفيش جواز الا مني. سن 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 ولا 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 اسمع اسمع سناء 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 بالراحه على الواد، بالراحه على الواد، عشان ده ممكن يروح يدمر لي التماثيل اللي موجوده في البازار كلها. سيبينا نتصرف معاه. قولي له اي حاجه عايز. ايه ايه يا دولا انتوا اللي عايزين ايه؟ انتوا عايزين تتجوزوني؟ ماشي انا موافق. مش عايزين تتجوزوني؟ انا برضو موافق، بس بسرعه علشان انا حاجز ترابيزه البنج انا والعيال دي دلوقتي اهو بسرعه. قرروا هيزفني على ترابيزه البنج يا عادل. والله ابن حلال كان عايز يبنجك عشان يعني ما تحسيش باي الم، وبعدين بيقول لك عايزين تتجوزوني احنا الاثنين. بصي هتصرف انا مع انا هتصرف مع انا هتصرف مع بس يا سناء ده التعامل معاه بيبقى بهدوء. رمزي اطلع بره. يعني مفيش جواز؟ اه طيب يا دول ما تقول كده. يلا يا جماعه يلا نمشي. بسم الله الرحمن الرحيم وهنخرج الليله. مبروك يا سناء. نعم
عاملين يا استاذ دوله؟ هات لنا ثلاثات شاي. عناية دوله والنبي، انا عايز شاي بلبن بس هو غالي شويه. معلش يا ده رمز عيب يا يض. احنا عاملين النهارده بقى حلو الحمد لله. طول عمرك نازي يا معلم عادل، تعيش وتصرف. تعيش وتشرب. السلام عليكم. اهلا اهلا، ازيك يا معلم خروف؟ ايه يا راجل، ما شوفلكش من العيد الكبير اللي فات. تلاقيك كان هربان يا دوله. هنا بقى للسنكاحه. تشرب يا خروف. حواوشي، انت ما كلتش في بيتك ولا يا خروف؟ بيت ايه؟ هو فين البيت ده؟ قال عد غنايمك يا خروف، قال واحده قايمه وواحده نايمه. شو على اساس خروف غنايمه اللي هم بقى؟ انت عندك بنتين ولا ايه؟ مصاريفهم قطمه وسطي. شوف الراجل. بقول لك يا معلم عادل، عايزك في كلمتين هنا في الركن كده معاك. لا عناية قوي يا خروف، قوي. معلش بس مش بس. لا قوي قوي، يا سلام. عناية دي. ربنا يخليك. ماشي. طب بقول لك يا خروف، انا كنت عايزك بقى في حاجه مهمه. بعدين بعدين. غلبان قوي خروف ده يا اخي. غلبان؟ ده انت اللي غلبان. اللي زي خروف ده يوزننا كلنا فلوس. ها؟ امال بيتسنكح ليه يعني؟ اللي زي دول يا معلمي هم اللي بيعملوهم، مش عبط زينا مضيعين قرشهم على السهره والفسحه الحلوه والاكله الحلوه. ده لسه طالع بعمرتين، الواحده منهم تسوى 1.5 مليون. ايه؟ 1.5 مليون؟ جابوهم منين؟ مني ومنك ومن ده ومن ده. ده القرش بيدخل عنده يقفش فيه ما يطلعش بالسائل، كانما عيل من عياله. يعني الواحد لو كان حوش من الاول قرش على قرش وجمعيه على جمعيه كان وضعه اختلف دلوقتي. اللي زينا اذ ربما يعيشوا عيش المنرات، لكن بيموتوا فقرا بحصرتهم، ولا غلط؟ عيش المنرات ايه يا عم؟ انت فاكر نفسك مدحت صالح؟ ايوه جاي الحساب يا رجاله. بدوي. بالنسبة للحساب، بص ده الحساب بتاع الكوباية بتاعتي. من غدر الصحاب. هم الصحاب دول اللي جابوني ورا. انا من النهاردة مفيش صحاب، مفيش عزايم، مفيش واحد اقطع له مثلا ايه في ميكروباص ولا في اتوبيس ولا حاجة. وحتى الشاي انا بعد كده هدفع لنفسي الشاي، وكل واحد يحاسب لنفسه. الحمد لله يا دولة، انا طالب شاي بلبن. ادفعه انت بقى يا معلم، لان انت بتقبض دلوقتي. ادفع لك ليه؟ ادفع لك ليه؟ انا من النهاردة خلاص مش هدفع لحد. وكده يبقى بريزة على بريزة، تبقى الحياة لذيذة. يا جماعة، أنا جامعكم النهاردة عشان نعيد تنظيم وجدولة مصروفاتنا سواء الداخلية والخارجية، وهنتبع في المشروع ده سياسة الجمل. لا 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 لا، لحمة الجمل دي ما تنفعش. لا يا ماما، احنا مش هنتبع سياسة الجمل كلحمة، هنتبع سياسة الجمل يعني كطباع. أبي عادل يا ريت توضح، احنا مش فاهمين اي حاجة. يعني مثلا الجمل من صفاته الصبر، الجلد، الاحتمال. يعني الجمل ده انا اعرف مثلا ان هو بيقعد ماشي في الصحراء بالاسبوع على حتة لقمة قد كده وشوية سلطة خضر. طب بيدوا عصير مع الوجبة دي يا عادل؟ يا ما احبش دعابة، بلاش دعابة، عايزين نختصر الدعابة. طب ممكن يا عادل يعني نبقى زي العصفورات؟ العصافير؟ والله العصافير ممكن بتاكل رز وبتاكل عيش ناشف مع شويه ميه. الموضوع ده كويس قوي، انا ممكن افكر فيه. بيبي العصافير وحياتها بتتميز بالتآلف والتوافق مع بعض، واحنا ابعد ما نكون عن ذلك يا حبيبي. احنا بناكل ما صنعه الجزاء. بصوا، بالنسبة للفتي بقى فممنوع فتي، مش اي حد يفتي في اي وقت وفي اي حاجة كده. يا اختي طبع الرجالة كله واحد، ما يحبوش الستات الا لما تكون كلب خشب، لا تاكل ولا تشرب ولا تتكلم. لا يا ماما، انا ما قلتش كده، انا بقول ممكن تاكلوا وتشربوا وتتكلموا، بس كل حاجة تبقى في حدود. بالنسبة للهواء العادي يا عادل، الهواء اللي حوالينا ده ناخد بالنا عشان فاتورة الكهرباء بتاعت الهواء ما تبقاش عالية، ولا ناخد انفاس براحتنا؟ بصي بصي يا سناء، انت بالذات خدي انفاس براحتك وانا ان شاء الله هبلغ عليك. كابوس كابوس كابوس، يا ساتر يا ساتر يا رب يا ساتر. في ايه يا عادل؟ في ايه يا حبيبي؟ يا حلمت حته حلم خير، اللهم اجعله خير، يعني ان ماما خرجت من الحمام وسابت النور مهلع. يا ساتر. ايه ده؟ الحلم فسر نفسه. صوت التلفزيون. فاتحين التليفون الساعة والنور ده، النور ده، النور ده، وإيه؟ القرعة والمرأة. أنا مش عايش هنا. لازم نزك هي اللي وضبت كل ده. حرام عليكم حرام عليكم، ده افترى. ده انت الوحيد في العيله المتصل بالوقت. ايه الانوار دي كلها والتلفزيون فاتحينه الساعه 9؟ الساعه 9 فاتحين التلفزيون؟ ازاي؟ ايه
ايه عادل في ايه؟ في ايه يا ماما؟ احنا متفقين ان الفرجه على التلفزيون من الساعه 6 للساعه 6 وربع بس. الله، بس الحلقه الاجنبيه بتيجي الساعه 10. بصوا انا عملت قانون والقانون لازم كلكم تمشوا عليه. جرى ايه يا عادل؟ انت انا شويه هتقولوا اشربوا اللبن وخسروا رجليكم وخشوا ناموا بدري. ايه اللي بيزعل في القانون؟ انا مش فاهم، مش احنا اتفقنا على نظام نمشي على النظام؟ يا اخوانا حرام عليكم، انتوا كده بتقطعوا من لحمي. بصوا انا مش عايز اقعد كل شويه ابص في الساعه البطاريه تخلص. ايه مش عايز اتفرج على التلفزيون؟ يا ماما اتفرجوا على التلفزيون بحدود، وبعدين الافلام اللي كل شويه بتتفرجوا على الفيلم نفسه كذا مره كذا مره. لا انتوا تعملوا جدول تكتبوا فيه اسامي الافلام كده اهو، والفيلم اللي انتوا تتفرجوا عليه اعملوا عليه علامه حمراء عشان ما تشوفوش تاني. يعني انا مثلا لما بتفرج على الماتش ما بتفرجش عليه الماتش وهو بيتذاع، لا انا بتفرج عليه عشان ما اشوفش الاعلانات فضيع وقت واستهلك كهربا. لا بسجله وبعدين اشوفه من غير اعلانات، وانتوا لازم تشوفوا المسلسلات دي من غير الاعلانات. ها لا يا عادل، يقول الاعلانات بتبقى مسليه جدا. مسليه؟ آه. ده انت ناقص كمان تشتري بقى المنتجات اللي بتتعرض في الاعلانات. ايه اللي مسليه يا ام مسليه؟ مفيش اعلانات. يعني ايه مفيش اعلانات؟ ايوه ماما مفيش اعلانات. يعني مثلا وانتوا بتتفرجوا على المسلسل جات الاعلانات اطفوا المسلسل وفروا كهربا، خلصت الاعلانات افتحوا بسرعه. يا سلام، واحنا نعرف منين ان الاعلان خلص؟ بالاحساس يا ماما. ما انتوا بقالكوا 20 سنه بتتفرجوا على مسلسلات، من ايام مسلسل هند والدكتور نعمان بتاع الاستاذ كمال الشناوي، ما حسيتوش ابدا بالاحساس تعرفوا امتى الاعلانات بتيجي وامتى بتخلص. ايوه بس في مشاهدات مهمه جدا مش عايزينها تفوتنا. بقول لك مفيش مشاهد مهمه في اي مسلسل، المسلسلات كلها شبه بعض، والممثلين اللي بيمثلوا هنا بيمثلوا هنا، واللي بيقولوه هنا بيقولوه هنا، لازم النقيب يتصرف لازم. السلام عليكم، ازيك يا دولا؟ ياض اللفه اللي معاك دي ياض. دول يا دولا سندوتشين طعميه بتقود بيهم. سندوتشين؟ تجننت ياض يا رمزي جايب سندوتشين؟ انت يا ابني مش عدد واحد رمزي؟ اه صح. طيب يبقى تجيب عدد واحد سندوتش. ايوه يا دولا، بس انا بحب الطعميه قوي يا عم. بقى ما دام بتحب الطعميه ما تجيبش منها يالا، لانك لو جبت منها وتاكل منها هتعوز تاكل منها تاني. هات حاجه ما بتحبهاش. ايوه يا دولا، بس انا كده هو لو جبت حاجه انا ما بحبهاش اقوم جايبها ورميها تاني يا دولا. حلو، اما ترميها بقى اولاني تاني مره مش هتجيبها خالص، يبقى وفرنا تمن الاكل. مش كل شويه تيجي تقول لي عايز فلوس عشان الاكل، عايز فلوس عشان الاكل. لا يا عم بقى، ده انا كده هو اموت من الجوع يا دولا كده هو. يا سلام لو مت بقى كمان يا رمزي، توفر خالص بقى، مش اكل بس، اكل وشرب ولبس. وفر يا رمزي، وفر وفر يا ابني وفر. كريم يا رب، الهي ينور بيتك بحريقه يلي ما بتعتف على الغلبان المسكين. كرامه لله. كريم يا رب، الهي توقف في طابور العيش يوم بحاله، ما تاخد رغيف واحد وتيجي تشيلك الاسعاف ياللي ما تعطف على الغلبان المسكين. كرامه لله. كريم يا رب، الهي ابنك يتكهرب في بوكس كهربا طالعه السلوك منه قد كده اهوت ياللي ما تعطف على الغلبان المسكين. كرامه لله. كريم يا رب. منور منور يا عم زباله. ازيك يا عم زباله؟ شكرا. اتفضل يا عم زباله. شكرا يا حبيبي، ربنا يخليك وينور لك اللي بالك يا رب، والاقي البازار ده بتاعك في يوم من الايام. يا هتدعي وتقول يا رب عايز البازار يبقى بتاعك؟ يعني من مجرد دعوه من شحات؟ يا وادي رمزي، مش تقول لي ان الاستاذ عادل هنا؟ يا استاذ عادل ربنا يبارك لك ان شاء الله باذن الله، ويبقى عندك 11 بازار. قادر يا كريم، بس باخد بالك بقى يا حلو من الضرايب. يا رب يا رب يا دوله، ده راجل غلبان يا دوله. ادي له حاجه يا دوله. ادي له حاجه ايه؟ ادي له حاجه ايه؟ لا مش هدي له حاجه، ما فيش حاجه. شكرا يا عم زباله، شكرا، ربنا يكرمك. يلا اتكل على الله. يا ابني حرام عليك، ده انا عندي عمليه بكره الصبح، حتى جواب المستشفى اهو اهو اهو. ده ايه المستشفى الزباله اللي بتدي جوابات كده؟ دي عمليه ايه دي يا عم زباله؟ قص ضوافر، بادي كير يعني. قص ضوافر دي مش محتاجه عمليه، دي محتاجه قصافه. دوله طب ما نديله المقص بتاعنا اللي هنا اهو. مقص ايه؟ مقص ب2 جنيه؟ هي اي مصاريف وخلاص ولا ايه؟ يلا يا عم زباله، يلا اتكل على الله، اتكل على الله. يعني ايه يا استاذ عادل؟ لا مؤاخذه، انت هتظبطني ولا هتفوترني؟ بص انت هتعمل لي فيها بتاع ضرايب، هات الجنيه اللي الواد اداهولك واتكل على الله. يلا اتكل على الله. بموت بموت يا ناس. موت موت موت، ما تقلقش، موت براحتك، وهنبقى ندفنك في اي باسكت بره. يلا دولا، ايه صوت القلب ده؟ دولا معلش يا عم، معلش يا عم، معلش. ايه ده؟ ثانيه واحده، دي ماما. مامي حبيبتي.
انا جبت لك اللابتوب وجايبه لك على النادي حاول. ادي يا سيدي الشحات اللي صعبان عليه معاه موبايل يا خبر ابيض. طب وانا بقى دوله مش هجيب لي موبايل؟ جيب لك موبايل؟ اه طبعا اول ما تموت يا رمزي. لا يا رمزي وانت بتغسل وشك بميه ساعه تطلع سخنه وتقشغ غبيد يا رب. يا بتهرجي. لا مصدقاكي ده. يا الواحد تقل قوي النهارده في الاكل الحمد لله. صدقيني يا منار يا بنتي لازم تتجنبيه في لحظات غضبه. يا سلام. طب ولحظات غضب انا ايه؟ مش هتعملي حساب للحظات غضبي ولا ايه؟ في حاجتي في ايه؟ سيبي السماعه دي من ايديك، كفايه مكالمات. ما يصحش اللي انت بتعمله ده وانا معايا تليفون. هو ايه اللي ما يصحش ومعاكي تليفون؟ هو التليفون ده يعني في مقام والدك مش عايزاني اتكلم قصاد ادي التليفون اهو ادي السلك بتاع التليفون كده ما حدش هيتكلم بقى، كفايه مصاريف كفايه مصاريف بقى. على فكره اللي انت بتعمله ده عيب قوي قوي لان ما حصلش اي حاجه من اللي انت مصعدها دي. كل الحكايه ان انا قعدت اتكلمت تلت ساعه مش حكايه يعني. ايه تلت ساعه؟ تلت ساعه ده على الاقل بجنيه، بجنيه على الاقل. جنيه وفيها ايه يعني الجنيه يا عادل؟ الواحد بيتعب عشان يطلع الجنيه ده من بق الكلب. ايه ده؟ بس لو الجنيه طلع من بق الكلب هيطلع مكرمش. مش اشكال مكرمش بس جنيه. بس على فكره بقى مش كل الراي العام ضد الجنيه، لان محمد سعد قال الجنيه غلب الكرنيه. طبعا شوفي انسان واعي فاهم يعني ايه قيمه الجنيه، قال لك الجنيه غلب الكرنيه. طبعا عشان كده احترم الجنيه، فالجنيه احترمه واداله، لان ايه الجنيه بقى ابتدى يحترمه وزود له الايرادات فايراداته ما شاء الله. شفتي شفتي شفتي؟ طب يعني انا دلوقتي انا مش فاهمه اعمل ايه عشان ارضيك؟ يعني انا دلوقتي عايزه اطمن على صحباتي اعمل ايه؟ طمني على صاحبتك بالتليفون بجنيه؟ روحي لها يا اختي روحي لها وركبي اتوبيس، اتوبيس رايح جاي بنص جنيه، ولو عرفت تزوغي بقى من الكمساري وتقفي على الباب تتشعلقي كده اهو توفري النص جنيه، نص جنيه على النص جنيه يعملوا جنيه. وعادل بس ده هيبقى مشوار عليا. ايوه يا حبيبتي مشوار عليك، هتروحي لها تعبانه هترتاحي عندها شويه وممكن كمان تعشيكي. ماشي بس انا لازم اخد حاجه معايا وانا رايحه. خدي ياسمين في ايدك وانت رايحه اهي تتعشى هي كمان. ياسمين انا قصدي زياره. زياره ايه؟ وانت رايحه تزوري واحده في السجن؟ انت مصاحبه مين يا هانم؟ خلاص خليها هي تيجي بقى تزورني هنا. ايه؟ تجيلك تجيلك هنا؟ ما لو جاتلك هنا احتمال تتعشى، ده على الاقل الفروض ممكن تشرب شاي وممكن تطلب معلقتين سكر، حرام عليكوا، بلاش مصاريف بقى حرام عليكوا. يعني انت عايزني اعمل ايه؟ اقطع مع صديقات الطفوله؟ صاحبي اللي يخسرني ما يبقاش صاحبي، واللي يصعب عليكي فقرك. يا حبيبي يا حبيبي دي مش طريقه تحويش، دي طريقه تنتيف الريش. هي دي بقى طريقتي لبناء امبراطوريه عادل سعيد. يا عادل يا حبيبي الغنى غنى النفس. لا ده في الافلام الغنى الغنى النفس والحساب حساب البنك. نفسي يا رانيا يبقى عندي الكارت ده اللي ادخله جوه المكنه يطلع لي الفلوس، بدل الكارت اللي هو بتاع التليفون اللي دخله جوه المكنه كل شويه يقول لي فلوسك قلت فلوسك قلت. ده في ناس بتصل بيهم بلاقيهم مشغلين الانسر ماشيين، يعني تبقى المكالمه اتحسبت عليا وانا ما كلمتهمش مثلا عشان عايز منهم حاجه كنت هكلمهم بسرعه عايز منهم حاجه. وفروا بقى وفروا حرام عليكم، كفايه تبذير كفايه كفايه. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. ايه في ايه مالك؟ في ايه؟ الحمد لله انا زي الفل زي الفل زي الفل اهو. زي الفل ده ايه ده؟ انت هتقع من طولك، اما اقوم اسلق لك فرخه. لا إيه فرخه
فرخه بحالها؟ انتوا جايبين فرخه بحالها يا ماما؟ احنا اتفقنا ان احنا هنجيبها على اجزاء يا ماما، حرام عليكم. يعني ايه يا ابني؟ يعني يا ماما مثلا نجيب القوانص لوحديها، نجيب الجناحه لوحديها، الرجلين لوحديها، اجزاء اجزاء اجزاء. يا عادل حرام عليك يا عادل، ما وصلتش كمان للطعام، لقد اوشكت طاقتنا على النفاذ. بصوا يا جماعه لو سمحتوا انا عندي هدف، انا حوشت الحمد لله دلوقتي 900 جنيه، فاضل مليون جنيه الا 900 جنيه عشان ابني اول عماره. هتبنيها وتهد نفسك يا بيبي. يا ابني حرام عليك نفسك، حرام عليك، جيب على نفسك شويه وفك الكيس بقى. لا 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 لا، الكيس يا اخوانا لو اتفك مش هيتقفل تاني، انا عارف الاكياس وحركاتها. يو يو يو، خلاص انا مت من الجوع. اسمعي بقى، سيبك منه واطلبي السوبر ماركت عشان يجيب لنا شويه كنز. كنز يعني معلبات؟ هي مصاريفه خلاص، ليه معلبات يا ابني؟ اتبط بقى، اتبط وسيبنا نتهنى على وجبه. انتوا مش فاهمين حاجه، مش فاهمين. ياسمين افتح الباب يا ياسمين. ثلاثة حاضر يا بابا، ما كفاية واحدة بس يا ماما، عايزين نوفر. السلام عليكم، سلسلة محلات حلقات شادر الزفارة ترحب بكم، وده الأوردر. أوردر إيه ده؟ تعالى يا راي. ثلاثة بياض، اثنين موسى، أربعة جمبري، تعبان محار، 20 طحينة، وكل ده ب 500 جنيه بس. مين حيوان اللي طلب الطلبات دي؟ أنا اللي طلبت سمك. أنا حيوان؟ طب يعني وبيبين؟ أنا الشتم؟ رواش الشتم وبيبين، بيبين. بنعاد صغير يا راريس واحد يا راريس. طب ده انا وره وانا كنت في المغرب، وبعدين كان في واحد ساحر مغربي راح هو شتابني، رحت انا بقى ايه، رحت خلقت الافعى اللي كانت معاه، ورحت خالق سلخ جلدك له، ورحت عملت حزام، حتى الحزام في البنطلون الاسود. ولا يهمك يا بابي، اطلب يا رب ان شاء الله البحر الاحمر كله. بحر احمر ايه؟ هيعمل ايه بالفصور ده كله؟ هتنور الاسطراد. اخرس يا كلب يا حيوان، ده الحق عليا ان انا كنت عايز ابر عليكوا، ده انا سامع عصافير بطنكوا عماله بتزعزع زيو 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 زيو، فكنت عايز ابر عليكوا عشان كده يعني رحت انا اراي المثل فاطعم الفم يلا. ما تقول لي يا جدو، هجيب لك راديو علهولك على الاخر يخليك ما تسمعش صوت زقزقه عصافير بطننا دي، لكن تكلفني التكلفه دي كلها. بنت يا سناء يا مقصوفة الرقبه. ايوه يا جدو. عايزك بقى تاخدي ايه، وحدتين سمك بولتي كده هو تقلوهم، وبعدين تحط معاهم شويه سلطه، وتحط معاهم كمان شويه لبون عصفر اللي هو العصفر دون، وبعدين تروحي معاهم عيش، معاهم عيش وتطلعوهم من ام ميرفا، تطلعوهم من ام ميرفا. وانت يا حيوان ايه، انزل اجيب لك الساع؟ لا ما تجيبش ساع، عشان الساع ده بيعمل انتفاخ، بينفخ بيعمل كرش وبيعمل بطن، وانا عايز ام ميرفا زي ما هي كده هو مفشوله ويعني يلا. حرام عليك، فلوسي شاع هضرب يعني هضرب. ايه بقى يا جدو يا حبيبي، ده هو يقصد هيضرب الجرس. تضرب مين يا حيوان؟ تضرب مين؟ درات انا بكره اجيب الشوكه بتاع السمك الموسى واغزك انا، غزك يا نهار اسود. انت فاكرني لسه هترميزي انا؟ طب ده انا وانا في المغرب كان اتلم عليا بتاع 14 ساحر، وكان معاهم المقشات بتاعتهم اللي هم بتوع الصحراء دول، رحت انا خدت بينهم بقى المقشات، ورحت انا ايه نزلت بقى ورحت اديتهم اللي بتوع حي الجيزه، راحوا نظفوا الشارع بتاع يلا. يا سلام نظيف قوي يا جدو، مقشات فكرتني. بنت يا سناء. ايوه يا جدو. روح يا بنت اشتري لي شامبو العبوه العائليه اللي هو بتاع ضد القشر عشان ما عنديش قشر. ضد القشر ايه يا عم اليوسف اندياي؟ ما بالمره بقى يجيبوا لك كريم ضد البذره. بتتمسخر على شعر جدك يا نهار اسود. طب ده وانا في المغرب، وانا في المغرب كان في ثلاثه كانوا عاملين بيخدموا عليا، واحد كان عشان السكسوكه، واحد كان عشان الجنب ده، واحد كان شيلوه من قدامي هضربه يعني هضربه. ولا انت لازم تتضرب زي زمان يلا، هضربك بالحزام بقى. بص انا بكره اضربك بالحزام اللي هو بتاع جلد التعبان ده، وانا جايبه اساسا عشان اضرب العيال الصيع. حزام عادل. عادل ايه ده؟ دي حاله ضعف تام. انت ايه؟ رمضان خلص من 6 اشهر ومفطرتش ولا ايه؟ قول له يا دكتور، قول له ده قافل على اللحمه والبروتين وحالف عليهم بالطلاق ومضيقها علينا. لا البروتين مهم واللحمه بتداوي، انا 3 ارباع الروشتة عندي اساسا مشويات. انتوا جايبين كباب جه يكشف عليا. عامه الروشتة اهي كيلو ريش، ربع فخده، كباب، وتوصى بالسلطه. ايه يا دكتور، انت بتكتب روشتة ولا بتعمل اوردر ديليفري؟ سناء الدكتور ادرا. ايوه بس يعني الفاتوره زي كده هتبقى مكلفه قوي، يعني حضرتك ممكن نشيل من الروشتة دي عشان نوفر شويه، ممكن نشيل السلطه.
الحمد لله الحمد لله. واكلت السمكه حتى رجليها. وبقولك ايه، هي ابو بيرفا اكلت كله يا جد حتى الشوك؟ طب كويس كويس كويس. طب بصي بقى وخدي دول، دول النايب بتوع الدكتور وادهم له، واوعي ابوكي الواد عادل الهفق ياكل اي سمك عشان هو عيان فممكن يعني. وخدي بقى باقي السمك ادي لي القطتين اللي بره، القطه بوسي والقطه ابو سميره. هي فعلا اسمها ابو سميره يا جدو؟ القطه عشان خلفت سميره الاسبوع اللي فات، وانا سميتها سميره عشان البنت اللي انا كنت بحبها ليها رابع حب. لا خامس حب. يعني واحده حبيتها يعني اسمها سميره، كنت بحبها قوي عشان كده سميت القطه عليها. واتجوزتها بقى يا جدو؟ سميره؟ لا خليت بيها بقى عشان كنت انا وعدها، بس انا يعني ايه ضحكت على يلا. شفتي عادل، انت بتبني ابراج في الخيال وبتهدم بيتك في الواقع. انت قديمه قوي. السلام عليكم. عليكم السلام. طب وانا كنت بعمل ده كله عشان مين؟ ما عشانكو برضو يعني. بلاش عشانكو، عيشني النهارده وموتني اخر الشهر. اقوم بس بالسلامه ومش هستنى لاخر الشهر عشان موتك. موتك على طول ان شاء الله. امال جده فين؟ هتلاقيه بيغسل ايده من زفرت السمك. زفرت هو خلص السمك ولا ايه؟ هضربه يعني هضربه. طب اما اقوم بقى ان شاء الله، بقوا فكروني عشان اضربه.